كاريير ديما مع سليم بوصفارة. صبوا ولا ما صبوش؟ سؤال الجمعة الأخرى في الشهر، موضوع كيين ومحير الخدام الكل. أنا في بيرو الغسوق سومين نستنى في الافكتاسيون جديدة، مش عارف وين باش ترصي بعد الكوميرسيال وديريكسيون جنرال، وهما واحد داخل واحد خارج. سعاد بربي تصبوش الشهيري؟ سعاد نفس الجواب، كلمتين خفاف البارح تصبوا، جواب كل واحد كيفاش يتفاعل معاه. وهذه عينة ياخي جاي على سقيه، يعني تفقدت الكونت فما سعاد عندي شيك مخرجه، كارثة كان يتجبد. سعاد باش نروح باش نلقى مولى الدار في الباب يحب على الكريم. يا سعاد مولات روضة ريان قالت لي كان ماكش باش تجيب الفلوس ريان باش يقعد عنا ضمد. بعد الفوضى هذه تدخل مدام سكينة البي دي جي كيف العادة، انا مش موجود، لا شافتني لا كلمتني، وبداو يوشوشوا لبعضهم هي وسعاد، وماني انا ما شاء الله نسمع بالقدا وعندي وظن حساسه ما كيفهاش في لقفين الحكايات الفارغه. سعاد تقول مدام سكينه وقتاش باش يصبوا؟ كلاو لي راسي تجاوبها، ايش بيهم مستعجلين؟ شنو نهار شنو نهارين؟ ما همش باش يموتوا، البنكيجي اليوم باش يسيب لنا 50 مليون فروج هكاكا يخلصوا الناس الكل. كيف خرجت مدام سكينه تشد سعاد التمتم وتقول في كلام ما نجمش نعاودو، وهي تسب في روحها وفي البلاصه اللي تخدم فيها. قلت برا نهزلها المورال شوية، في بالك توا خدمتك ولا فيها الذكاء الاصطناعي مدام سعاد؟ كل شيء يعملوه حتى انترتيان ينجموا يعملوا الذكاء الاصطناعي. جاوبتني تحب تقول نحضر روحي للشوماج هكا؟ في بالي بيه الكلام هذا سي هادي، ونأكد لك اللي الذكاء الاصطناعي كان يجي يشوف ايش قاعدة نعمل والله ما يقول لك القسم على الله ويهج. اما كان تقول لي فما العوج الاصطناعي ولا التخلويض الاصطناعي نقول لك من توا راهي الحكايه تخوف، وباش نخسر خدمتي وما عادش باش نلقى حتى بلاصه، ونمشي نعمل اربع نعيجات نسرح بيهم. كاريير ديما مع سليم بوصفاره.